بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن مشاهد الناس في المعصية، مشاهد الخلق في المعصية، يعني يتكلم عن أحوال الناس ومواقفهم وتفسيرهم وفهمهم لقضية يعني معصية الله تعالى وما يقع من الناس من الذنوب والمعاصي. فكان المشهد الأول اللي هو مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة، ذكر فيه أن يعني من الناس من طبعه يشبه طبع صنف من الحيوان، وكل صنف من الحيوان يعني له صفاته وأحواله، فمن الحيوانات ما هو معتد وظالم أو يتعدى على غيره، من طبع التعدي على الغير أو كذا كالسباع، ومنهم من في طبعه الإفساد كالفأر، ومنهم من إلى آخر ما ذكر. يعني المشهد الثاني يقول: فصل. المشهد الثاني مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلق، كمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباء. يعني الزنديق بمعنى المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والعياذ بالله تعالى، يبطن الكفر والنفاق الأكبر، يعني يبطن الكفر بالله تعالى أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره، يعني يظهر الإيمان بأركان الإيمان ويبطن الكفر بشيء منها. فمرات يعني يستعمل الزنديق بمعنى المنافق بصفة عامة، ومرات يأتي الزنديق، يعني أصل استعمال هذه الكلمة كانت في قوم من المجوس، يعني ادعوا الإسلام وهم في باطنهم يدينون بعقائد المجوس ويعتقدونها ويعملون بها يعني. وكذلك الزنادقة يعني صنف منهم أو كثير منهم أو كثيرا ما تطلق هذه اللفظة على من يدعي الإسلام وهو يعمل أعمال الكفر ويظهرها، يعني ليس كالمنافق، يعني غالبا يحاول أن يتكتم على أعماله الكفرية وكذا، لكن الزنادقة يعني لهم يعني هم في كثير من الأحوال يعني تستعمل على صنف من المنافقين، ممن يعني يجهرون بأعمال الكفر وأقوال الكفر، ولكن مع ذلك يسمون أنفسهم مسلمين وينكرون على من يكفرهم، لكن تجدهم يستهزئون بالدين ويعترضون على الشرع وكذا، وربما حصل منهم تطاول يعني على مقام الله تعالى ومقام نبيه عليه الصلاة والسلام وكذا، ومع ذلك يتسمون بأسماء المسلمين وينكرون على من كفرهم وكذا. بس مش عربية، هي دخيلة يعني. هي نعم، هي كلمة أعجمية يعني أصلها هي. أصلها زندكي أو كلمة فارسية، مرتبة كلمتين فارسية. فيقول: المشهد الثاني مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة، كمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباء، الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة والطبيعة الإنسانية. يعني أصل هؤلاء الزنادقة يعني أنهم لا يؤمنون بالله تعالى ولا يقرون بوجود الله ولا يؤمنون بالكتب المنزلة ولا برسالة الرسل، فيقولون يعني هي الطبائع الإنسانية تقتضي الوقوع في العصيان، وأن تركيب الإنسان من الطبائع الأربع وامتزاجها واختلاطها كما يقتضي بغي بعضها على بعض. جزاك الله خير، شكرا، الله يحفظك، شكرا. الطبائع الأربع يعني هم أيضا يعني عند الفلاسفة يقولون يعني أن الكون مكون من أربعة عناصر اللي هي النار والهواء والماء والتراب، النار والهواء والماء والتراب.
فيقولون الكون يعني مكون من هذه العناصر الأربعة، ويعتقدون يعني أن هذه الأشياء يعني تؤثر بذاتها، من هي بذاتها، ليس أن الله سبحانه وتعالى جعلها سببا. يعني المسلم يؤمن أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام من تراب ومن ماء، لكن يعني هؤلاء يعتقدون يعني أن هذه الأشياء يعني هي بذاتها بحكم الطبيعة، يعني زي مثل ملاحدة هذا الزمان، يعني أو من ملاحدة هذا الزمان، ما يقولون يعني الذي أوجد الإنسان هو الطبيعة. فيقولون هذه المواد، العناصر الأربعة، النار والهواء والماء والتراب، وبعدين هذه العناصر الأربعة ينشأ عنها طبائع في الإنسان، اللي هي طبائع الإنسان يقولون في النار ينشأ عنها الحرارة، والهواء اللي هو ينشأ عنه البرودة، والماء ينشأ عنه الرطوبة، والتراب اللي هو اليبوسة، اليبوسة يعني. فيقولوا هذه الماء رطب والتراب يابس والهواء بارد والنار حارة، فيقولوا هذه الطبائع الأربعة اللي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، فهذه طبائع الإنسان. فيقول الطبائع أن الإنسان هو مركب من هذه الطبائع الأربعة وامتزاجها واختلاطها، وتختلط بعضها ببعض ويمتزج بعضها ببعض، وخروجه عن الاعتدال بحسب اختلاف هذه الأخلاط. فكذلك تركيبه من البدن والنفس، كذلك الإنسان مركب من بدن ونفس، والطبيعة الحيوانية تتقاضاه أثر هذه الخلقة ورسول تلك الطبيعة، ولا تنقهر له إلا بقاهر، إما من نفسه وإما من خارج عنه. فإذن يعني كأن الإنسان لا حيلة له، وطبيعته بحسب يعني أحوال الناس، وفي ناس مثلا الحرارة فيه يعني خارج عن الاعتدال، أو اليبوسة خارج عن الاعتدال، أو كذا، فيحصل له أن طبيعته تقتضي منه أن يفعل أشياء دون التي يفعلها الآخر أو كذا. وبعدين يعني إذا كان يعني ما تقتضي الطبيعة من الإنسان أن يفعله من الأشياء اللي المنكرات والذنوب، إذا كانت يعني هذه الأشياء قبيحة ولا يليق به أن يفعلها، فإنه لا يمكن أن يقهر الطبيعة إلا بشيء من نفسه أو بشيء خارج عنه، اللي هو زي القوانين التي تمنع الناس أن يتعدى بعضهم على بعض أو كذا، فيكون في شيء خارج عن الإنسان. لكن الإنسان العاقل هو يجاهد نفسه ويمنع نفسه من ارتكاب المخالفات وكذا. لكن قد يكون من الناس يعني من نفسه يعني لا تقوى على مقاومة يعني طبيعتها التي تدعوه إلى فعل مثلا المنكرات، فلا بد من شيء خارج يقهر. وأكثر النوع الإنساني ليس له قاهر من نفسه، فاحتياجه أكثر النوع الإنساني ليس له قاهر من نفسه، يعني لا طاقة له بمجاهدة نفسه وتقييمها وتهذيبها وكذا. فاحتياجه إلى قاهر فوقه يدخله تحت سياسته، أو في نسخة تحت سياسة وإيالة ينتظم بها أمره، ضرورية كحاجته إلى مصالحه من الطعام والشراب واللباس. فإذا عندهم الشرائع يعني مجرد أشياء لتنظيم حياة الناس، من أجل أن الناس إذا تركوا إلى طبيعتهم، فأكثر النوع الإنساني لا يستطيع أن يعني يقوم نفسه ويمنعها من يعني المنكرات والمخالفات وكذا. وعند هؤلاء أن العاقل متى كان له وازع من نفسه قاهر لم يحتج إلى أمر غيره ونهيه وضبطه. يقولون أصلاً الإنسان العاقل ليس بحاجة إلى تشريعات أساساً، الإنسان العاقل لا يحتاج إلى دين ولا إلى تشريع ينظم له أموره، لأنه هو أدرى بمصالح نفسه، وكل إنسان يستطيع أن يعرف ما الذي ينبغي أن يفعل وما الذي لا ينبغي أن يفعل.
لكن الشرائع هذه تناسب يعني اللي هم يعني من لا يستطيع تقويم نفسه وكذا. هو أصل هؤلاء والعياذ بالله تعالى يعني هؤلاء الزنادقة من الفلاسفة ونحوهم يعني هم عياذا بالله يعني أول شيء ينكرون وجود الله تعالى، وبعدين يزعمون أن النبوة أنها اكتساب، يعني أن الأنبياء هؤلاء ليسوا مرسلين من عند الله لأنه أصلا لا يؤمنون بالله ولا يقرون بالملائكة ولا الكتب ولا كذا. فتصورهم للملائكة والكتب والنبوات عند الفلاسفة يعني يقولون أن هؤلاء الأنبياء هم مجرد يعني ناس نفوسهم طيبة وكذا، وبعدين عندهم رياضة للنفس ومثلا زهد في الدنيا وتقلل من شهوات النفس وكذا، فبسبب ذلك يعني مع المجاهدة والجوع والسهر وكذا فيصبح الإنسان يرى مثلا أشياء ويسمع أصواتا وكذا. هي يزعمون أن الملائكة هي مجرد تهيؤات يعني لهؤلاء الأنبياء عياذا بالله تعالى، أنهم يعني بسبب صفاء نفوسهم ورياضة النفس ومش عارف كذا فأصبحوا يعني يسمعون أصواتا ويرون أشياء وكذا، فتوهموا أن هي الملائكة. والملائكة هي عبارة عن النفوس، يعني هي نفس نفوس هؤلاء، يعني هي نفوسهم تكلمهم وكذا. وبعدين الكتب السماوية والشرائع الأنبياء وكذا هذه كلها أمور يعني وضعها هؤلاء، يعني وضع البشر يعني لتنظيم أمور الناس ممن لا يستطيع أن يقوم نفسه ويجاهد نفسه وكذا. والإنسان إذا كان عندهم بزعمه يعني عندهم العقل والحكمة وكذا مش محتاج لدين ولا شريعة ولا نبي وكذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: فمشهد هؤلاء من حركات النفس الاختيارية الموجبة للجنايات كمشهدهم من حركات الطبيعة الاضطرارية الموجبة للتغيرات، وليس لهم مشهد وراء ذلك. يعني يفسرون كل تصرفات الناس تفسيرا ماديا، يعني زي مسألة الصحة والمرض، يعني زي مثلا الحرارة، طبيعة الإنسان من الحرارة أو البرودة أو الرطوبة، أن هذا زاد وهذا نقص وهذا كذا فأدى إلى حدوث هذا المرض وكذا إلى آخره. فيفسرون الذنوب والمعاصي والطاعات وكلها تفسيرات مادية مبنية على إنكارهم يعني للربوبية والنبوة والرسالات والملائكة وكذا إلى آخره، تعالى الله عما يقولون. قال: فصل. المشهد الثالث مشهد أصحاب الجبر، وهم الذين يشهدون أنهم مجبرون على أفعالهم وأنها واقعة بغير قدرتهم، بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة، ويقولون إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر، وأن الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه، وأنه آلة محضة وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار. يقول هم الجبرية هم مثل أتباع الجهم بن صفوان، يعني هم الجبرية. وكذلك يعني المذهب الأشعري يعني وبعض غلاة الصوفية أو كذا يعني عندهم أيضا ميل إلى القول بالجبر، يعني فيكون فيه إنكار ل مشيئة الإنسان واختياره، يعني كأن الإنسان ليس له مشيئة ولا اختيار عنده. فيزعمون يعني أن ما يقع فيه الإنسان من يعني طاعة أو معصية أن الإنسان مجرد آلة محضة، زي هبوب الرياح وحركات الأشجار، زي الريح عندما تهب على الشجرة فالشجرة تتحرك، الشجرة ليس لها اختيار، يعني الريح تصدمها فتتحرك، ليس لها اختيار أنها تمتنع من الحركة. فيجعلون يعني لا يفرقون بين يعني أفعال الإنسان الاختيارية وأفعال الإنسان غير الاختيارية. يعني الإنسان له أفعال أو له أحوال غير اختيارية، مثلا كحركات الأعضاء الداخلية في الإنسان، القلب والرئتين وكذا، أنت جالس الرئة تتحرك والقلب يتحرك وأشياء ليس لك فيها
اختيار، ليس بإرادتك يعني ومشيئتك هي تتحرك في هذه الأشياء، ليس لك فيها اختيار. كذلك حركة يد المرتعش أو الذي يسقط من مكان شاهق، شخص ساقط من مكان شاهق واصطدم بشيء ليس له اختيار أنه يصطدم به، أو يعني الشيء خارج عن تصرفه، يعني حركة يد المرتعش مثلا أو كذا قد لا يكون عاجزا عن إيقافها وليس باختياره يحركها. فيجعلون كون الإنسان يذهب فيصلي أو يذهب فيشرب الخمر، يقول لك هذه أشياء ليس له فيها مثل اللي ليس له فيها اختيار ولا له فيها مشيئة. فيجعلون يعني صلاة المصلي وسرقة السارق وأمثال ذلك من الطاعات والمعاصي أنها مثلها مثل حركة يد المرتعش ومثل حركة الأشجار عندما تهب عليها الرياح. فيجعلون هذه الأشياء ليس للإنسان فيها مشيئة ولا اختيار البت. وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه، أو حملوا ذنوبهم عليه، وقد يغلون في ذلك. يعني عندما يحتج عليهم محتج بسبب معصيتهم، واحد منهم يشرب الخمر ولا يسرق ولا يزني ولا كذا، فإذا أنكر عليه ممكن يقول ليس لي مشيئة ولا اختيار، ولا قدر الله ولو شاء الله لمنعني من هذه الأشياء، هذه مشيئة الله. قال وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات، خيرها وشرها لموافقة المشيئة والقدر. بل يعني بعضهم عنده يعني زيادة في الغلو أنه يعتقد أن الأفعال التي يفعلها من طاعة ومعصية كلها طاعة، لأنهم يعني يجعلون طاعة أمر الله الكوني كطاعة أمره الشرعي. فالأمر الشرعي أن الله تعالى أنزل علينا كتبا وبعث رسلا، أمرنا بالصلاة ونهانا عن السرقة ونهانا عن الخمر، فهذا الأمر الشرعي، أمر بأشياء ونهى عن أشياء. الأمر الكوني أن الله تعالى قضى وقدر على كل إنسان ما يفعله من خير أو من شر، فيجعلون كونه يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو كذا، يقول لك هذا طاعة لله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي شاء هذا وهذه مشيئة الله وهذا أمر الله، فهو بهذا هو مطيع لله. يعني هذا الله تعالى أراد منه أن يكون سارقا، وهذا أراد منه أن يكون مصليا، فهذا امتثل لأمر الله وهذا امتثل لأمر الله، وهذا طائع وهذا طائع، والكل طائع لأمر الله بزعمه. قال ويقول، وهذا كما فعل المشركون، قال ويقولون كما أن موافقة الأمر طاعة هو الأمر الشرعي، فموافقة المشيئة طاعة، المشيئة للأمر الكوني. كما حكى الله تعالى عن المشركين إخوانهم أنهم جعلوا مشيئة الله تعالى لأفعالهم دليلا على أمره بها ورضاه بها، كما في قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال تعالى إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. يقول لو كان الله تعالى غير راضي عن هذه الفاحشة، وورد في تفسير هذه الآية وإذا فعلوا فاحشة، قال ورد فيها أنها الطواف بالبيت عرى، يعني كان في سياق الآيات والسبب النزول. فإذا أنكر عليهم كيف تطوفون بالبيت عرى، يقولون وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يقول لو لم يكن الله تعالى راضيا بذلك لما لما شاء أن نفعل هذا أو نفعله آباؤنا، فطالما أن الله شاء أن يحصل هذا الشيء إذا هذا الشيء يرضي الله تعالى. فجعل كل شيء شاء الله معناه أنه راض عنه ويحبه. لكن أهل السنة يقولون ليس كل ما شاء الله هو سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه لعباده، لأن الله قال ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. هناك ناس كفروا، اللي كفروا دون مشيئة الله أم لا؟ بمشيئة الله. لكن هل الله تعالى يرضى الكفر؟ لا، الله تعالى لا يرضى الكفر، والله لا يحب الفساد. فهناك فرق بين المشيئة والمحبة، ليس كل ما شاءه الله فهو يحبه. طيب لماذا شاءه وهو سبحانه وتعالى لا يحبه؟
طبعا هذا سيأتينا بعد قليل، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني حكيم، والشيء قد يكون يعني شرا بالنسبة للمقضي عليه، للإنسان الذي قضى الله عليه يكون هذا الشيء شرا في حقه، لكن بالنسبة يعني لأفعال الله سبحانه وتعالى فأفعاله كلها خير باعتبار العاقبة والمآل وما يترتب على هذا القضاء من الخير، يعني وجود المشركين الذين قتلوا المسلمين فأصبحوا شهداء ودعاهم المسلمون إلى الإسلام فأجروا أجر الدعوة وأجر الصبر على أذى المشركين وأجر الشهادة وأجر، فإذا نشأ عن وجود هؤلاء المشركين هي يعني طاعات وأعمال محبوبة لله، فالله تعالى عندما قدر على المشركين أن يشركوا فإنما قدر ذلك عليهم وهو شر لهم بالنسبة للمقضي عليهم، هو شر بالنسبة لهم، لكن بالنسبة إذا نظرت إلى المسألة يعني تنظر لها من جهتين، من جهة تقدير الله لها، من جهة أفعال الله فهي خير، يعني قال إيه والشر ليس إليه، لأن الله تعالى قدر على المشرك أن يشرك وعلى المذنب أن يذنب أو كذا لمقاصد إيه حميدة تترتب على ذلك ومآلات يعني يحبها الله سبحانه وتعالى نشأت عن هذه الأشياء، لكن بالنسبة للمقضي عليه فهي بالنسبة له في حقه شر، لكن هم الجبرية يزعمون أنه حتى بالنسبة للمقضي عليه الذي قضى الله عليه ذنبا أو كفرا أو أنه خير له وأنه يحبه الله ويرضاه منه فلذلك قدره عليه. فالمشركون قالوا لو شاء الله ما أشركنا، إذا نهوا عن الشرك يقول لك والله هذه الشرك هذا يحبه الله ويرضاه، لماذا؟ لأنها مشيئة الله، الله هو شاء أن يشركوا، فإذا الشرك يستدلون بالمشيئة على يعني أنهم على فعل يحبه الله ويرضاه، أنهم جعلوا مشيئة الله تعالى لأفعالهم دليلا على أمره بها ورضاه بها، وهؤلاء شر من القدرية المفاد، القدرية المفاد الذين نفوا إيه تقدير الله للمعاصي، وأشد عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله ودينه، حتى إن هؤلاء أو يعني حتى إن من هؤلاء من يعتذر عن إبليس لعنه الله ويتوجع له، يعني وصل بهم الأمر إلى هذه الله لأن يزعم أن إبليس هو من كبار الأولياء ومن كبار أولاد الله ويدافعون عنه، يمكن الدكتور شاف ناس من يقول بها، ويتوجع له ويقيم عذره بجهده وينسب ربه تعالى إلى ظلمه، تعالى الله عما يقولون بلسان الحال والمقال، يعني مرات بلسان حالهم يعني بلسان أفعالهم، يعني مرات الإنسان بدون أن يتكلم بلسانه لكن حاله يدل على أشياء، وبلسان المقال أيضا مرات يصرحون بلسانهم بكلام يعني يعبرون به عن هذه المعاني، ويقول ما ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير خالق، يقول لك ما ذنب إبليس، إبليس يعني امتنع من السجود لغير الله، وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه، يقول الله تعالى وشاء أن إبليس يكفر بالله وأنه لا يسجد لآدم، وأن الله تعالى لو فهو إيه لما امتنع من السجود وافق مشيئة الله ووافق قضاء الله، ثم كيف يمكنه السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه، كيف إبليس يسجد والله منعه من ذلك، يقصدون بالمنع هنا اللي هو الإيه الكوني يعني باعتبار القدر قضاء الله تعالى وأمره الكوني، يعني هنا أيضا الجبرية عندهم يعني انحراف في تفسير الاستطاعة التي هي شرط وجوب الواجبات، يعني الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إلى آخره، فجعل يعني فعل الواجبات مرتبطا بالاستطاعة، ومن عجز عن واجب يسقط عنه إما إلى بدل في بعض مثلا عجز عن قيام الصلاة يصلي قاعدا عجزا أو إلى غير بدل حسب أنواع العبادات، يعني منها زي الحج مثلا إذا كان عجزا عنه ماليا وبدنيا
خلاص ليس عليه حج إلى آخره يعني. فالاستطاعة عند أهل السنة والجماعة التي هي شرط لوجوب الواجبات اللي هي الاستطاعة باعتبار يعني اللي هي من جهة الآلات والأعضاء والأدوات الفعل وأشياء اللي هي متعلقة ب يعني زي مثلا العبادة مالية فالاستطاعة المالية، إذا العبادة بدنية فالاستطاعة بمعنى صحة البدن والقدرة البدنية وسلامة الحواس والأعضاء التي يعني يحتاجها الإنسان في هذه العبادة. فهذه الاستطاعة عند أهل السنة والجماعة، وليست الاستطاعة بمعنى يعني أن الله تعالى شاء من العبد أن يفعل هذا الشيء. فلذلك يعني مثلا هؤلاء الذين يعذبهم الله تعالى على ترك واجب هم كانوا مستطيعين له، كانوا إيه؟ مستطيعين له بمعنى الوسع والطاقة وسلامة الأعضاء والأدوات والقدرة يعني البدنية والمالية على العبادة التي أمروا بها، فهم كانوا مستطيعين له رغم أن الله تعالى لم يعني قدر عليهم ألا يؤدوا هذا الواجب أو شاءه سبحانه، لكن هم كانوا مستطيعين الاستطاعة التي هي مناط التكليف ومناط الثواب والعقاب، وعندهم مشيئة وعندهم اختيار وعندهم إيه قدرة، فكونهم لم يؤدوا الواجب فيستحقون العقاب. لكن الاستطاعة اللي هي بمعنى يعني هناك نوع آخر من الاستطاعة الذي قال الله تعالى فيه عن المشركين ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، مش كده؟ فقال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فهؤلاء الكفار ما كانوا يستطيعون السمع. طيب هنا هل هم كانوا يعني من الناحية الحسية هل كانوا بهم مثلا صمم يمنعهم من سماع القرآن أو كذا؟ لم يكن بهم يعني صمم، ولكن كان بهم كانوا لا يستطيعون السمع من جهة المشيئة، يعني أن الله تعالى لم يشأ لهم أن يسمعوا القرآن السماع الذي يترتب عليه الاستجابة وكذا. فإذا الاستطاعة الحسية كانت موجودة عندهم فلذلك استحقوا العقاب، ولكن الاستطاعة التي نفيت عنهم هي استطاعة من جهة أنهم يعني لم يشأ الله تعالى لهم هذا الشيء فهم لا يستطيعونه باعتبار عدم المشيئة. هذه الاستطاعة ليست شرطا في وجوب التكاليف يعني. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد، لكن هم في الحقيقة يعني كان عندهم السمع اللي هو الحسي اللي هو الذي يكفي لوجوب الواجبات واستحقاق العقاب عليهم إذا تركوه. فهؤلاء الجبرية يعني عياذا بالله يقولون عن إبليس يعني ثم كيف يمكنه السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه، وهل كان في ترك سجوده لغيرك إلا محسنا، لكن إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوب. والعياذ بالله تعالى يزعمون يعني إنه يعني حظه قليل فلذلك يعني هو يطيع الله بامتثال أوامره الكونية، ومع ذلك هذه الطاعات يعني محسوبة عليه ذنوب ويعاقب بها مع أنه يعني قد أحسن وأطاع الله وكذا. فإذا هم بلسان حالهم يتهمون الله تعالى بالظلم، يعني تعالى الله عن ذلك وينسبون الله تعالى إلى الظلم، قد يصرح بعضهم بلسانه بهذا وقد يعني يكون فحوى حاله تدل على لسان حاله يدل على. قال وهؤلاء أعداء الله حقا وأولياء إبليس وأحبابه وإخوانه، وإذا ناح منهم نائح على إبليس رأيت من البكاء والحنين أمرا عجبا، والعياذ بالله، ورأيت من ظلم الأقدار واتهام الجبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم وصفحات وجوههم، وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه، عياذا بالله تعالى. يعني تجد بعض هؤلاء الجبرية يتكلم عن إبليس وكذا ويتكلم زي إنسان مقهور يعني قد تسلط عليه عدو قاهر وظلمه وهو عاجز عن الدفاع عن نفسه، فتعالى الله عما يقولون، كان يعني يزعمون أن الله تعالى ظلم إبليس وإبليس يعني مسكينه، وتعالى الله عما يقولون على الكريم. فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام في
في تائيته، شهر ابن تيمية رحمه الله في التائية، منظومة في القدر شرحناها من قبل يعني. في قال: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية. فسماهم خصوم الله تعالى الله ما يقولون، لأنه يعني جعل الله سبحانه وتعالى خصما لهم وعدوا يعني تعالى الله عما يقولون عدوا كبيرا. قال فصل: المشهد الرابع مشهد القدرية المفاة، لو عكس بقى الجبرية. الجبرية يعني يحتجون بالقدر على المعصية وينفون مشيئة العبد واختيار العبد، مع أن الله تعالى قال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة وللرب سبحانه وتعالى مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء ينفون مشيئة العبد، فالعبد لا مشيئة له بالمرة. وأفعال العباد يعني يجعلون أفعال العباد كلها ينسبونها إلى الله، لكن الله تعالى هو فاعل أفعال العباد، العبد لا يفعل شيئا. يعني أهل السنة يقول الله تعالى خالق العباد وخالق أفعاله، لكن أفعال العباد تنسب إلى العباد أنها أفعاله، نقول فلان صلى وفلان سرق وفلان، لكن الجبرية يجعلون العبد لا يفعل شيء، يعني فعل الصلاة وفعل السرقة وفعل، يقول هذا كله فعل الله سبحانه وتعالى تعالى الله منه. طيب قال المشهد الرابع مشهد القدرية المفاة، هؤلاء يقولون إن الله تعالى لم يقدر الشر ولم يقدر الذنوب ولم يقدر المعاصي، وأن الله تعالى لا يضل أحدا، ولكن الإنسان هو يضل نفسه، إن الله تعالى هو يهدي لكن لا يضل، الإنسان هو الذي يضل نفسه، مع أن الله تعالى قال يهدي من يشاء ويضل من يشاء الذي ضل، فالله تعالى هو ضل من ضل سبحانه وتعالى وهدى من هدى، لكنهم يقولون الله تعالى يضل أحدا، إنما العبد هو يضل نفسه وهو يخلق فعل نفسه. يقولون أفعال العباد لم يخلقها الله، لكن العبد هو يخلقها، الله تعالى خلق الإنسان، فإنه الإنسان يخلق أفعال نفسه، والله تعالى لم يخلق فعلا العبد. فهؤلاء القدرية النفاة يشهدون أن هذه الجنايات والذنوب هم الذين أحدثوها وأنها واقعة بمشيئتهم دون مشيئة الله. يزعمون أن الله تعالى لم يشأ أن يكفر أحد أو يضل أحد أو يفسق أحد، الله تعالى شاء أن يكون الناس جميعا مهتدين مؤمنين، ولكن هم الناس شاءوا مشيئة مخالفة لمشيئة الله، وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه ولا شاءه ولا خلق أفعالهم، وأنه لا يقدر أن يهدي أحدا ولا يضله إلا بمجرد البيان تعالى الله عما يقولون. يقول الله تعالى لا يقدر أن يضل أحدا أو يهدي أحدا إلا بمجرد البيان، أن الله تعالى بيّن للناس طريق الحق وطريق الضلال، ثم بعد ذلك هو الإنسان يخلق فعل نفسه فيهتدي أو يضل، لا أنه يلهمه الهدى والضلال والفجور والتقوى فيجعل ذلك في قلبه. ويشهدون أنه يكون في ملك الله ما لا يشاء وأنه يشاء ما لا يكون، يزعمون أن الله تعالى يقع في ملكه أشياء مخالفة لمشيئته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني شبه الله تعالى بملوك الدنيا، يعني ممكن ملك في الدنيا مثلا تحصل في مملكته أشياء يعني خارج عن مشيئته، وناس يعترضون عليه ويثورون عليه، وناس يفعلون أشياء يعصون فيها أمره، فملوك الدنيا يحصل فيها يعني يحصل في ملكهم أشياء مخالفة لمشيئتهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يحصل في ملكه أشياء مخالفة لمشيئته، أن الله يعني شاء أن يهتدي الناس لكن الناس خرجوا عن مشيئته تعالى الله عن ذلك، وأنه يشاء ما لا يكون، أن الله تعالى شاء أشياء ولكن لم تقع هذه الأشياء التي شاء الله. الله شاء أن يهتدي الناس جميعا وأن يكونوا جميعا طائعين لله، لكن هذه ما شاء الله يزعمون أنه لم يكن، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن،
القدريه لا يؤمنون بهذا، يقولون الله تعالى شاف اشياء ولم تكن، فيزعمون مثلا ان ابا جهل الله تعالى شاء منه ان يكون مؤمنا مهتديا ولكنه كفر خلافا لمشيئه الله. لكن اهل السنه يقولون لا، هو كفر بمشيئه الله. وان العباد خالقون لافعالهم بدون مشيئه الله، فالمعاصي والذنوب خلقهم وموجب مشيئتهم، لا انها خلق الله ولا تتعلق بمشيئته، وهم لذلك مبخوس الحظ جدا من الاستعانه بالله والتوكل عليه والاعتصام به وسؤاله ان يهديهم وان يثبت قلوبهم وان لا يزيغها وان يوفقهم لمرضاته. في القدريه لا يفعلون ذلك لانهم اصلا لا يؤمنون ان الله تعالى يهدي ويضل، وان الله تعالى يعني بيده مقادير كل شيء، فلذلك يعني لا يتوكلون على الله ولا يلجؤون اليه ولا يسالون الله ان يهديهم ويثبت قلوبهم، لانهم يزعمون انهم هم يخلقون الهدايه لانفسهم. وان يوفقهم لمرضاته ويجنبهم معصيته، اذ هذا كله واقع بهم وعين افعالهم ولا يدخل تحت مشيئه الرب تعالى. والشيطان قد رضي منهم بهذا القدر فلا يؤزهم الى المعاصي ذلك الاز ولا يزعجهم اليها ذلك الازعاج، وله في ذلك غرضان مهمان. يعني هنا ابن القيم رحمه الله يلاحظ ايه؟ يعني طبعا القدريه النفاه هؤلاء هم المعتزله، والمعتزله كان يعني من مذهبهم ايضا تكفير العصاة، وان العاصي يعني باعتبار المآل يعني انه مخلد في نار جهنم. فكان يقع من المعتزله انه كثر فيهم العباده والصلاح وكذا، يعني الظاهر يعني عمرو بن عبيد اللي هو يعني راس المعتزله كان يعني مشهورا بالاجتهاد في العباده وانه من اعبد اهل زمانه وكذا، وكان قدريا. فيقول الشيطان قد رضي منهم بهذا القدر فلا يؤزهم الى المعاصي ذلك الاز ولا يزعجهم اليها ذلك الازعاج، وله في ذلك غرضان مهمان. يعني يجيب عن هذه الظاهره، يعني ظاهره كثره العباده في المعتزله الذين هم قدريه، يعني احدها ان يقرر في قلوبهم صحه هذا المشهد وهذه العقيده، وانكم تاركون للذنوب والكبائر التي يقع بها اهل السنه، فدل على ان الامر مفوض اليكم واقع بكم وانكم العاصمون لانفسكم المانعون لها من المعصيه. الغرض الثاني انه يصطاد على ايديهم الجهال، فاذا راهم اهل عباده وزهاده وتورع عن المعاصي وتعظيم لها قالوا هؤلاء هم اهل الحق. فيقول لماذا الشيطان يعني لا يؤز يعني عباد المعتزله وزهاد المعتزله على المعصيه كما يؤز غيرهم؟ يقول اول شيء حتى يزيدهم غرورا بانفسهم واعجابا بانفسهم، انهم يعتقدون انهم هم الذين خلقوا الطاعه وهم الذين خلقوا فعل انفسهم وهم الذين هدوا انفسهم، فيزدادون يعني اغترارا واعجابا بعملهم وبانفسهم. ثم الامر الثاني انه يفتن بهم غيرهم من الجهال، فيقول لك هؤلاء المعتزله هم اهل الحق لانهم ناس زهاد وناس عباد وكذا، فيغترون بهم ويسيرون على طريقته. والبدعة عنده آثر وأحب إليه من المعصية، كل البدعة عند إبليس أحسن عنده من المعصية. طبعا هذه العبارة مأثورة عن جماعة من السلف، يعني أن البدعة شر من المعصية وأحب إلى إبليس من المعصية، لكن يعني قيدها أهل العلم بأن المقصود هنا يعني اذا تساوي في المقدار، يعني لان البدع منها صغائر وكبائر، يعني ليست كل بدعه بالضروره انها احب الى الشيطان من كل معصيه، او ان كل بدعه هي شر من كل معصيه، لان المعاصي فيها صغائر وكبائر. يعني وكذلك البدع منها صغير وكبير، يعني فمثلا يعني ما يكون من البدع مثلا في الاذكار او أدعية أو كذا بزيادة شيء غير مأثور، أو في مثلا في موضع
يعني ونحو ذلك، يعني هذه من صغائر الأمور، يعني ليست يعني مثلا نقارن بدعة مثلا في فيما يتعلق بذكر أو دعاء أو كذا مثلا بكبار المعاصي كالزنا والسرقة والقتل وكذا، فلا شك أن هذه المعاصي أكبر من هذه البدع، ولكن المقصود يعني البدع الكبار كبدعة الجهمية والاعتزال والخوارج ونحو ذلك، البدع الاعتقادية والبدع الكبيرة وكذا، فهذه تكون أكبر من المعاصي الكبيرة، والبدع الصغيرة أكبر من الصغائر المعاصي وكذا. فإذا ظفر بها منهم واصطاد الجهال على أيديهم كيف يأمرهم بالمعصية، بل ينهاهم عنها ويقبحها في أعينهم وقلوبهم، ولا يكشف هذه الحقائق إلا أرباب المصائب. قال فصل: المشهد الخامس، وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة، مشهد الحكمة. نمر بنا أربعة مشاهد كانت إيه؟ كلها للضالين المنحرفين، اللي هو الحيوانية، ومشهد الطبيعة عند الفلاسفة، والجبرية والقدرية، فمواقف هؤلاء الفئات من الناس من المعصية وتفسيرهم لها وفهمهم. الآن أهل الاستقامة لهم أيضا مشاهد، يعني أشياء يشهدونها بقلوبهم يعني وينظرون إليها في قضية المعصية. المشهد الخامس، وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة، مشهد الحكمة، وهو مشهد حكمة الله في تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه ويلوم ويعاقب عليه، وأنه لو شاء لعصمه منه ولحال بينه وبينه، وأنه سبحانه لا يعصى قسرا، وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فهؤلاء أهل الاستقامة مشهد الحكمة، أنهم يشهدون أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في جميع ما قضى وقدر، والله سبحانه وتعالى قدر المعصية على بعض خلقه وهو لو شاء لعصمهم منها، إذن هي هناك حكمة من وراء ذلك. ثم كما ذكر يعني الله تعالى لا يعصى قسرا، يعني أن عصى الله تعالى فبمشيئته سبحانه وتعالى شاء أن تقع المعصية من هذا العام. قال: وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيئا عبثا ولا سدى، وأن له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشر وطاعة ومعصية، حكمة باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها وتكل الألسن عن التعبير عنه. فمصدر قضائه وقدره لما يبغضه ويسخطه اسمه الحكيم الذي بهرت حكمته الألباب، وقد قال تعالى لملائكته لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فأجابهم سبحانه بقوله: إني أعلم ما لا تعلمون. فلله سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم وترتب آثارها عليها من الآيات والحكم وأنواع التعرفات إلى خلقه وتنويع آياته ودلائل ربوبيته ووحدانيته وإلهيته وحكمته وعزته وتمام ملكه وكمال قدرته وإحاطة علمه ما يشهده أولو البصائر عيانا ببصائر قلوبه. بصيرة في القلب، يعني القلب فيه عينان كعيني الرأس، يعني فبهما البصيرة في المعاني وحقائق الأمور. فالمؤمن عنده بصيرة فيرى بقلبه هذه المعاني، يعني إذا شاهد المعصية سواء من نفسه وقع فيها أو من غيره وقع فيها، فيلاحظ هذه المعاني من حكمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يتعرف إلى خلقه بإظهار أثر صفاته، يعني مثلا العاصي إما أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيظهر أثر رحمته وقبوله توبة عباده، أو وإما أن يطغى ويعذبه الله تعالى فيظهر أثر بطشه وانتقامه وتمام قدرته إلى غير ذلك، وأن الله تعالى يعني هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والإنسان إذا رأى غيره من العصاة
يلجأ إلى الله ويسأله أن يعصمه وأن يزيغ قلبه وكذا. فوجود المعاصي يجعل العبد المؤمن يتعرف إلى الله سبحانه وتعالى ويرى دلائل ربوبية الله ودلائل وحدانية. فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا إن هي إلا حكمتك الباهرة وآياتك الظاهرة ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. من أبيات أبي العتاهية. قال فكم من آية في الأرض بينة دالة على الله وعلى صدق رسله وعلى أن لقاءه حق كان سببها معاصي بني آدم وذنوبهم. يضرب أمثلة لذلك يعني بعض الحكم والغايات الحميدة التي ترتبت على معاصي لله تعالى وقعت فنشأ عنها آيات ودلائل على قدرة الله تعالى وحكمه. فقال كآيته في إغراق قوم نوح وعلو الماء على رؤوس الجبال. يعني هذه آية يعني معجزة وكذلك دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وكذلك دليل على أن الله تعالى ينجي أولياءه ويهلك أعداءه. فيقول لو لم يحصل من قوم نوح الشرك والعصيان لما أهلكهم الله بالطوفان ولما حصلت هذه الآية العظيمة التي دلت على تمام قدرة الله وإنجائه لأوليائه وإهلاكه لأعدائه. وعلو الماء على رؤوس الجبال حتى أغرق جميع أهل الأرض ونجى أولياءه وأهل معرفته وتوحيده. فكم في ذلك من آية وعبرة ودلالة باقية على مر الدهور. وكذلك إهلاك قوم عاد وثمود. وكم له آية في فرعون وقومه من حين بعث موسى إليهم بل قبل مبعثه إلى حين إغراقهم. لولا معاصيهم وكفرهم لم تظهر تلك الآيات والعجائب. قل كثير من الآيات والعجائب. مرات الآية تأتي بمعنى المعجزة الشيء الخارق للعالم الذي يجريه الله تعالى على أيدي رسله الكرام. ومرات تأتي الآية بمعنى يعني الدليل والبرهان والعلامة. ففي قصة فرعون آيات عديدة. لولا معاصيهم وكفرهم لم تظهر تلك الآيات والعجائب. وفي التوراة أن الله تعالى قال لموسى اذهب إلى فرعون فإني سأقسي قلبه وأمنعه عن الإيمان لأظهر آياتي وعجائبي بمصر. قال وكذلك فعل سبحانه فأظهر من آياته وعجائبه بسبب ذنوب فرعون وقومه ما أظهر. المعجزات التي جعلها الله تعالى مع موسى عليه السلام لما أمره بالتوجه إلى فرعون لدعوته وقصة السحرة وما كان منهم من إلى إهلاك فرعون وجنوده وجعل الله تعالى الماء لا يغرق موسى عليه السلام وقومه ويغرق فرعون وقومه إلى غير ذلك. فيقول لولا يعني المعاصي والذنوب التي وقعت من فرعون وقومه لما حصلت هذه الآيات العظيمة. وكذلك إظهاره جثة الفرعون موجودة حتى الآن هو قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اليوم ننجيك ببدنك فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يعني في الحقيقة المفسرون السابقون يعني يقولون لمن خلفك يعني لبني إسرائيل لأنه بعد إيه بعد أن غرق فرعون وقومه فالله سبحانه وتعالى أمر البحر أن يقذف جثته إلى الخارج ورأوه بأعينهم وتأكدوا من مقتله لأن الناس كانوا من شدة بطش وطغيان وكذا خاصة أن يكون يعني لم يغرق أو تمكن من الهرب أو النجاة وكيفية ما يعود مرة أخرى لتقتيلهم وتذبيحهم. فأراد الله تعالى أن يريهم بدنه ليطمئنوا على هلاكه ومقتله ويحمد الله على نعمته في إهلاك عدوهم وكذا. لكن ليس بالضرورة يعني في الآية الكريمة لمن خلفك يعني إلى يوم القيامة. الآية فاشلة يوم القيامة فمجرد يعني أن
أن بدنه يعني طفى على البحر أو بحر ألقاه فرآه الناس وتأكدوا من هلاكه وكذا، فقد حصل يعني ما وعد الله تعالى به. فإذا هل يعني هو باق إلى يوم القيامة أو ليس باقيا؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. بالنسبة للوضع الحالي يعني يوجد بعض الجثث المحنطة لبعض الفراعنة القدماء، فبعض الباحثين يقول في أحد الفراعنة اللي هو رمسيس الثاني جثته محنطة يعني موجودة إلى الآن، فبعض الباحثين يقول هذا هو فرعون موسى الذي هلك بالغرق، يعني لأنه في جثته فيها يعني علامات تشير إلى أنه مات غريقا، يعني حللوا جثته وهيئة يعني وضع يده كالذي يدفع موجا أو يده متيبسة بكيفية يعني، وكان بدنه فيه يعني بعض الأملاح أو أشياء تدل على أنه مات غرقا أو مخنوقا بغرق وكذا، لكن ليس بالضرورة يعني، قد يكون هو يعني يظل الأمر احتمالا يعني قد يكون كذلك. يقول يعني القصد انه حتى لو فرض يعني رمسيس الثاني ليس هو فرعون مثلا ولم يعثر الناس على جثة فرعون مثلا في وقتنا الحاضر، فهذا لا يتعارض مع القرآن الكريم يعني، لأن الله تعالى لم يقل يعني ننجيك إلى يوم القيامة يعني، فهو نجاه الله تعالى في وقت ما ورآه الناس وحصل المقصود، قد يكون باقيا وقد لا يكون باقيا. قال وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم بسبب ذنوب قومه ومعاصيه وإلقائهم له في النار حتى صارت تلك آية، وحتى نال إبراهيم ما نال من كمال الخلد. الله تعالى أراد أن يظهر إيه معجزة باهرة على يد خليله إبراهيم عليه السلام، ويظهر الله تعالى إكرامه له إكرامه له وتنجيته له من عدوه جعل النار بردا وسلاما عليه. فيقول لولا كفر قوم إبراهيم ومعاداتهم له لما حصلت هذه الآية والمعجزة الباهرة أن تكون النار عليه بردا وسلاما. وكذلك ما حصل للرسل من الكرامة والمنزلة والزلفى عند الله تعالى والوجاهة عنده، كان عند الله وجيه في موسى عليه السلام، بسبب صبرهم على أذى قومهم وعلى محاربتهم لهم ومعاداتهم. يقول لو أن الرسل كانت الأمور كلها مذللة لهم يعني، ويدعون الناس فيستجيبون من غير تعرض لأي أذى ولا مضايقات ولا كذا، ولا لهم أعداء ولا لهم كذا، لما ظهر يعني بذلهم وتضحيتهم وصبرهم وجهادهم وهذه الأعمال العظيمة التي عملوها ورفع الله بها مكانتهم ومنزلتهم، ما كان الرسل الكرام يعني ليصلوا إلى تلك المقامات لولا وجود هؤلاء الكفار الذين عادوهم وحاربوهم. وكذلك اتخاذ الله الشهداء والأولياء والأصفياء من بني آدم بسبب صبرهم على أذى أهل المعاصي والظلم ومجاهداتهم في الله وتحملهم لأجله من أعدائه ما هو بعينه وعلمه بعين الله تعالى وبعلم الله تعالى بمرأة من الله سبحانه وتعالى وبعلم من الله، يعني الله تعالى ليس غافلا عما يعمل الظالمون، يعني مرات بعض الناس إيه؟ يعني يعجز ذهنه عن إدراك يعني الحكمة من تسلط مثلا الظالمين على المؤمنين في كما يحصل في أوقات كثيرة وفي وقتنا الحاضر في بعض البلاد وكذا، تجد حاكما ظالما يتسلط على الناس ويقتلهم ويسجنهم ويعذبهم ومن المؤمنين من يصبر ويجاهد في الله ويحتمل الأذى فهنا يعني يشير المؤلف إلى بعض حكم الله سبحانه وتعالى من ذلك، أن الله تعالى أراد أن يعلي قدر فئة من الناس لابد أن يكون لهم تميز في باب الصبر والمجاهدة وتحمل الأذى في سبيل الله واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات إلى غير ذلك من المصالح والحكم. اتخاذ الشهداء يعني لو الشهداء ذو مكانة عالية عند الله تعالى، فلولا وجود كفار يحاربون المسلمين لما كان هناك منزلة الشهادة في سبيل الله ودرجة الشهداء التي هي من أعلى الدرجات.
فإذا وجود الكفار يحاربون المسلمين ويؤذونهم هذا سبب لحصول أشياء محبوبة لله تعالى زي اتخاذ الشهداء إلى غير ذلك من المصالح والحكم التي وجدت بسبب ظهور المعاصي والجرائم، وكان من سببها تقدير ما يبغضه الله ويسخطه، وكان ذلك محض الحكمة لما يترتب عليه مما هو أحب إليه وآثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصية. يعني لو أنك توازن يعني بين أمرين، لو أن الله لم يقدر وقوع هذه المعصية وبينما ما حصل أن الله تعالى قدر وقوع هذه المعصية، الأثر المترتبة على عدم وجود المعصية والأثر المترتبة على وجودها، لو جدت إيه أثارا حميدة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر بسبب وقوع المعصية. يعني مثلا العاصي إذا تاب إلى الله، العصاة هؤلاء فئة منهم يتوبون إلى الله، والتوبة إلى الله من أعظم أنواع العبادات، وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومثلا وجود العصاة يكون سببا في وجود شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وكل الناس طائعين وليس هناك منكر، إذا ما فيش دعوة لا في أمر معروف ولا في نهي عن المنكر ولا في تعليم للجاهل، وكل الناس علماء وما فيش جهل، ما كان هناك تعليم يعني أصلا بذل الجهد في التعلم ثم في التعليم إلى غير ذلك، فتجد كل الأعمال يعني الكبيرة المحبوبة إلى الله الجهاد والعلم والدعوة كلها هي مرتبطة بوجود معاصي وذنوب وقبائح يعني موجودة، لولاها لما وجدت هذه الفضائل. فحصول هذا المحبوب العظيم أحب إليه من فوات ذلك المبغوض المسخوط، فإن فواته وعدمه وإن كان محبوبا له، لكن حصول هذا المحبوب الذي لم يكن يحصل بدون وجود ذلك المبغوض أحب إليه. شفت مفهوم المعنى؟ يعني يقول إيه؟ عدم العصيان، لو أن الخلق جميعا كانوا مهتدين طائعين فالطاعات يحبها الله صحيح، لكن هناك محبوب لله أعظم، طاعات أخرى وجدت بسبب العصيان لم تكن ستوجد لو كان الخلق كلهم ليس فيه معاصي وذنوب. فإذا المقارنة بين محبوبين لله تعالى، يعني المعاصي رغم أنها مبغوضة لله لكن ينشأ عنها محبوب لله أعظم من محبته للطاعة وعدم المعصية لو أنها لم تحصل يعني المعاصي هذه من الأساس. فالمحبوب هذا أعظم عند الله من هذا. يحب التوابين. يحب التوابين مثلا. لذلك لو لم تكونوا تذنبون لأتى الله بخلق يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم سبحانه وتعالى، فهو له يعني حكمة فيه. قال وكمال حكمته تقتضي حصول أحب الأمرين إليه بفوات أدنى المحبوبين، وألا يعطل هذا الأحب بتعطيل ذلك المكروه، وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا كفرضه وجود المسببات بدون أسبابها والملزومات بدون لوازمها مما تمنعه حكمة الله وكمال قدرته وربوبيته. هذا جواب عن إشكال قد يقول قائل إيه؟ طيب يعني الله تعالى على كل شيء قدير، ما الذي يمنع أن الله تعالى كان يقدر وجود شهادة وشهداء وأمر معروف وتوبة إلى الله من غير وجود ذنوب ومعاصي ويوجد شهداء وجهاد وأمر؟ الذهن قد يفرض إيه أن هذا شيء ممكن لأن يعني الله تعالى قادر على كل شيء، فيقول يعني فرض الذهن هذا هو مثل فرض الذهن وجود الأسباب بدون وجود المسببات بدون الأسباب، يعني مثلا تخلق الذرية بدون زواج ومعاشرة والزرع ينبت بدون ما أحد يضع الحب وبدون ما يغرسه وكذا، والرزق يأتي بدون عمل وبدون سعي في الأرض وبدون، فالذهن يقدر إيه أن هذا الشيء لو أراد الله تعالى ذلك الله على كل شيء قدير، لكن الله سبحانه وتعالى أراد يعني أن يكون لكل شيء أن يجعل لكل شيء سببا يؤدي إليه. ويكفي من هذا مثال واحد، وهو أنه لولا المعصية من أبي البشر آدم عليه السلام بأكل الشجرة لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى من امتحان خلقه وتكليفهم وإرسال رسله وإنزال كتبه
وإظهار آياته وعجائبه وتنويعها وتصريفها وإكرام أوليائه وإهانة أعدائه وظهور عدله وفضله وعزته وانتقامه وعفوه ومغفرته وصفحه وحلمه وظهور من يعبده ويحبه ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. لما آدم أكل من الشجرة فبدت لهما السوءات وأهبطوا إلى الأرض، وبسبب ذلك حصل وجود الذرية ووجود بني آدم وإنزال اتخاذ بعضهم رسلا وإنزال الكتب على بعض بني آدم ممن اصطفاهم الله من رسله وأنزل عليهم الكتب وكذا إلى آخره. فيقول لو أن آدم يعني لم يأكل من الشجرة وبقي في الجنة هو وحواء لما ظهرت ذريته ولا نزلت إلى الأرض ولا أنزل عليهم كتبا ولا أرسل إليهم رسلا. فإذا هذه الأمور العظام كلها ترتبت على هذه المعصية للأكل من الشجرة. فلو قدر أن آدم لم يأكل من الشجرة لم يخرج من الجنة هو ولا أولاده، لم يكن شيء من ذلك ولا ظهر من القوة إلى الفعل ما كان كامنا في قلب إبليس يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة. يعني إبليس لما امتنع من السجود لآدم حقدا عليه فظهر ما في قلبه من الكبر والعجب والغرور، فكان هذا كامنا في قلبه يعلمه الله منه ولا تعلمه الملائكة. الملائكة يرون الظاهر أن إبليس يعبد الله معه، لكن الله تعالى يعلم من قلبه أن عبادته لله مشتملة على إعجاب بعمله واغترار بنفسه وكبر. فأظهر مكنونات قلبه أظهرها على جوارحه بامتناعه من السجود لآدم. ولم يتميز خبيث الخلق من طيبه ولم تتم المملكة حيث لم يكن هناك إكرام وثواب وعقوبة وإهانة ودار سعادة وفضل ودار شقاوة وعدل. وكم في تسليط أوليائه على أعدائه وتسليط أعدائه على أوليائه والجمع بينهما في دار واحدة وابتلاء بعضهم ببعض من حكمة بالغة ونعمة سابغة. وكم في طيها من حصول محبوب للرب وحمد له من أهل سماواته وأرض وخضوع له وتذلل وتعبد وخشية وافتقار إليه. يعني يشير هنا إلى أن وجود المعاصي سبب في عبادات يعبد الله سبحانه وتعالى بها، لم تكن لتوجد هذه العبادات بدون هذه المعاصي. وانكسار بين يديه ألا يجعلهم من أعدائه إذ هم يشاهدونهم ويشاهدون خذلان الله لهم وإعراضه عنهم ومقته لهم وما أعد لهم من العذاب، وكل ذلك بمشيئته وإذنه وتصرفه في مملكته. فأولياؤه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون على أشد وجل وأعظم مخافة وأتم انكسار. يعني كل لو أنه لا يوجد عاصي لله فإذا المؤمنون لا يخشى أحدهم أن يضل أو يزيغ، لأنه لو صار الناس في أمان من هذا لا يمكن، لو أن الله قضى يعني أنه يستحيل أن يضل أحد أو يزيغ أحد لما تضرع المؤمنون إلى الله يسألونه ألا يزيغهم وأن يثبتهم على الإيمان. لكن بسبب أن الله تعالى يضل من يشاء ويحدث أن المؤمنين يرون أهل الزيغ والخذلان فهذا يجعل المؤمنين يزدادون خوفا من الله ووجلا، فتحصل أحوال قلبية وعبادات لم تكن لتوجد لولا وجود الكفر والعصيان. فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له وهاروت وماروت وضعت رؤوسها بين يدي الرب تعالى خضوعا لعظمته واستكانة لعزته وخشية من إبعاده وطرده وتذللا لهيبته وافتقارا إلى عصمته ورحمته، وعلمت بذلك منته عليهم وإحسانه إليهم وتخصيصه لهم بفضله وكرامته. وكذلك أولياؤه المتقون إذ شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم وغضبه عليهم وخذلانه لهم ازدادوا له خضوعا وذلا وافتقارا وانكسارا، وبه استعانة وإليه إنابة وعليه توكلا وفيه رغبة ومنه رهبة. بالنسبة لهاروت وماروت يعني في بعض الإسرائيليات أنهما كان ملكين وعصي الله تعالى
فعاقبهم الله وكذا، لكن هذه في أثر مروية عن بني إسرائيل وكذا، لكن ظاهر القرآن يعني أن الملائكة كما قالت تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني فهروت وماروت يعني أنزلهم الله تعالى لتعليم الناس السحر بأمر منه سبحانه وتعالى، وهم ليسوا عاصين لله يعني في فعلهم ما أمرهم به، فهذا الصواب يعني. لكن بعض أهل العلم يعني أخذ بهذه الأثر الإسرائيلية يعني في هاروت وماروت، وقال يعني حالهم كحال إبليس، يعني كان يعبد الله مع الملائكة وعصى الله فعذبه، وهاروت وماروت أيضا كان يعبدان الله مع الملائكة وعذبهم لما عصوا أمره أو كذا، لكن الصواب يعني أنهم ملكان كريمان يعني لا يعصون الله ما أمرهم، أنهم فعلوا ما فعلوا من تعليم السحر بمشيئة الله تعالى، وأن الله كلفهم بذلك لحكمة. قال وعلموا أنه لا ملجأ لهم منه إلا إليه، وأنه أنهم لا يعيذهم من بأسه إلا هو، ولا ينجيهم من سخطه إلا مرضاته، فالفضل بيده أولا وآخرا، وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة أو المحيط بخلقه، البحر المحيط يعني بخلقه وأمره، والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه فيطلعه على عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة ولا تنالها الصفة. وأما حظ العبد في نفسه وما يخصه من شهود هذه الحكمة فبحسب استعداده وقوة بصيرته وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية، وكل مؤمن له من ذلك شرب معلوم ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه، والله الموفق والمعين. يعني يقول هذه الحكم كل عبد بحسب ما خصه الله تعالى به يعني كمال البصيرة أو نقصها أو كذا، فيرى حكما لا يراها غيره، يعني مرات الشيء الواحد يتأمل فيه عبد يعني عنده من البصيرة ما يجعله يدرك حكما وغايات عظيمة من وراء هذه المعصية التي قدرها الله قد لا يدركها شخص آخر. يعني لأن الخلق ما خلقه الله تعالى هي آيات الله الكونية، آيات الله نوعان شرعية وكونية، فالكونية يعني يتفكر فيها المؤمن، والشرعية اللي هي القرآن الكريم أمر الله المؤمن بتدبرها، فكما الناس في الآيات الشرعية يتفاوتون في تدبر القرآن وإدراك معانيه ويدرك كل منهم يعني قدرا لا يدركه الآخر بحسب استعداده، فكذلك في التفكر في آيات الله الكونية اللي هي مخلوقات الله تعالى، ومن ضمن المخلوقات طاعة الطائع ومعصية العاصي، هذه من مخلوقات الله تعالى التي هي الآيات الكونية التي أمرنا أن نتفكر فيها وندرك ما وراءها يعني من دلالتها على قدرة الله وحكمته وكذا، فالناس أيضا يتفاوتون في تفسير ذلك وإدراكه وكذا. هذا صلى الله عليه وسلم.